طيب عندي الوالد متوفي وقالوا إذا أعطيت أحد يأخذ عمره، يعني واحد لسه ما أخذ عمره في حياته وأدفع له، يصير أجرها أفضل من إني أنا أخذ للوالد عمره. أها. أيوة السؤال، ممكن أعطي عيالي ما راحوا عمره، أدفعها لعيالي يجوز يعني؟ تدفعين لهم حتى يعتمروا يأخذون عمره يعني، وأخلي الأجر مثلا ثوابها للوالد، ممكن كذا؟ طيب وسؤالها الثاني، والدها يا شيخ متوفى رحمه الله، تقول إذا أعطت شخصا، هناك من قال لها بأنها إذا أعطت شخصا لم يعتمر يا شيخ مبلغا من المال لتساعده على العمرة أو أعطت أبنائها، أفضل من أن تعتمر أو تعطي شخصا يعتمر عن والدها الذي سبق أن يعتمر. يعني أنا ما أدري، ما اتضح لي سؤالها، لأن الذي فهمته منها أنها سمعت. نعم هي تقول سمعت. إذا أعطت شخصا لم يعتمر، نعم لم يعتمر، ليعتمر عن أبيها، هذا الذي فهمته من كلامها. نعم. ليعتمر عن أبيها فهو أعظم أجرا من أن تعتمر هي بنفسها عن أبيها أو تعطي من سبق له العمرة. نعم. إذا كان هذا الكلام الذي سمعته هو المراد الأخت فهذا الكلام غلط. نعم. وهي بالتأكيد فهمت غلطا. نعم. لأن من لم يعتمر عن نفسه إذا استطاع أن يعتمر فإنه لا يعتمر عن غيره. نعم. لأنه يبدأ بنفسه قبل غيره، كما جاء في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا في الحج يقول لبيك عن شبرمة. نعم. قال من شبرمة؟ قال أخ لي أو قريب. قال حج، قال حججت عن نفسك؟ قال لا. قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. فلا يحج أحد ولا يعتمر أحد عن أحد قبل أن يبري ذمته مما عليه. نعم. هذا هو الأصل. أما إذا كانت تقصد نعم أنه يعني أفضل أن تعطي من لم يعتمر ليعتمر هو عن نفسه. نعم. ويكون هذا المال إعانة له في عمرته. نعم. فهذا يدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم من جهز غازيا فقد غزا، ويرجى أن يدرك أجر فضيلة الإعانة على العمرة. لكن فرق بين أجر الإعانة على العمل الصالح وبين العمل الصالح نفسه. نعم أحسن. نعم. ويمكن أن يهدى يا شيخ مثلا الثواب لوالدها؟ أي ممكن. نعم. ممكن تهديه لوالدها أو لمن تحب. نعم أحسن.